السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم على قناتي سمورة، وجمعة مباركة اليوم. إن شاء الله غادي نوريكم كيفاش عمل واحد العقد ديال الخرز للدين بالحجاب الحجاب ديالكم، وأيضا لغير المحجبات أنه يوضعوا للرأس ديالهم. بالنسبة للأشياء اللي غادي نستعملوا، غادي نستعمل واحد القطعة ديال لاستيك. انا هنا عندي لاستيك عريض، لهدف انا قطعته على جوج. غنحتاج لخيط سنارة. بالنسبة لهذا الخيط سنارة فانا حصلت عليه من محل ديكاتلو، موجود ايضا في المغرب، لكن بالنسبة للناس اللي ما متوفرش عندهم هذا المحل، فسهل جدا تمشيو عند اللي كيبيعوا الادوات الخياطة، بحال المرمى، بحال الكروشي، يعني كاع ادوات الخياطه، وتختاروا وتقول لهم خيط سناره، سواء درهم، 2 دراهم، 3 دراهم، يعني حسب انتم اللي بغيتوا. وغنحتاج بطبيعه الحال خرز، اي لون انتم بغيتوا، اي لون انتم بغيتوا، حسب الحجابات اللي انتم، الالوان الحجاب اللي كتستعملوا، واللي يكون مناسب ايضا. وغنحتاجوا الابره. غادي نقطع واحد القياس ديال خيط السناره، وغادي نمرر فيه الابره، وغادي نخشي هاد الابره في هاد القطعه ديال اللاستيك بهذا الشكل فقط، باش يدخل لنا هاد الخيط السنارة. وغنسحبو فقط خيط واحد، يعني فقط جهة واحدة للخيط بهذا الشكل، فقط جهة واحدة، باش هكا يصبح لنا خيط سنارة محشور، او لقطعة لاستيك وسط هاد الخيط ديال السنارة او خيط الصيد. غادي تحاولوا انكم تقادوا القياس كما تلاحظوا، تحاولوا انكم تقادوا القياس بهذا الشكل، يعني يصبح نفس الطول، فقط باش يجيكم سهل في العمل. ليس الا غتمسكوا هاد جوج قطعات ديال خيط السناره، غتمسكوهم وغتمروا فيهم خرزه واحده في نفس الوقت، كما كتلاحظوا، يعني في نفس الوقت تمروا خيط السناره على الخرزه، وغتصبح بهذا الشكل كما كتلاحظوا. هاد المرة غادي تفرقوا هاد جوج الخيوط، يعني كل خيط في جهة بهذا الشكل، وفي كل خيط غادي تعملوا جوج ديال الخرزات في كل خيط، يعني في هاد الجهة وفي الجهة الأخرى 2، وفي الجهة الأخرى 2. إلا كيجيكم صعيب أنكم تمروا الخيط في الخرزة، فقط ديروا الإبرة باش تساعدكم. هنا الجهة عملت 2، والجهة الأخرى غادي نعمل 2. اثنان بهذا الشكل، وغادي يصبح لنا 5 ديال الخرز في هذا العقد كما كتلاحظوا. مرة أخرى غادي نعيد نفس الأول خرزة عملناها، نفس الطريقة غادي نرجع نعملها مرة أخرى، يعني غادي نشد جوج خيوط في نفس الوقت، أو جوج أطراف في نفس الوقت، وغادي نمرر بهم الخرز بهذا الشكل. وهذا هو التصميم اللي غادي يكون في طول، على طول هاد العقد. دابا من بعد ما عملنا خرزة واحدة ومررناها في الطرفين، غادي نعيد مرة أخرى، نفرق الطرفين ديال الخيط، وفي كل طرف 2 2، يعني غتصبح العملية مكررة. غادي نمرر في واحد الطرف 2، وفي الطرف الاخر 2. مش ضروري يكون نفس الحجم، مش ضروري يكون الحجم الخرز بحال اللي عندي انا، قد يكون اصغر، غادي يكون ايضا رائع جدا. انا متوفر عندي هذا باش يبان لكم فقط في الكاميرا، يعني يبان اكثر. من بعد ما عملت
كل اثنان في طرف ديال الخيط. هاد المرة غادي نعمل الخامسة. الخامسة وهي انني نعمل الخرز وندخل فيه طرفين ديال الخيط في نفس الوقت. يعني هادي غنكررها مرة اخرى. يعني غادي نشد طرفين ديال الخيط في نفس الوقت ونمرر فيهم هاد العقيقة. بهذا الشكل دائما زيروا باش ما يبقاش باش ما يكونش فراغ ما بيناتهم. ضروري في الاخير غادي تزيروا مزيان خيط الصد باش ما يكونش فراغ بيناتهم. كما تلاحظوا فالعمل كيتكرر، يعني هاد التصميم كيتكرر. هاد المرة غنرجعو تاني من بعد ما عملنا خرزة واحدة، هاد المرة غادي نديرو اثنان اثنان في كل طرف. اثنان عقيقات واثنان في الطرف الآخر. بهذا الشكل ثم غادي يصبح غادي نعملو الواحدة. من بعد ما جمعت الأطراف بهذا الشكل غادي نمرر فيهم خرزة واحدة أو عقيقة واحدة بهذا الشكل باش يكمل التصميم. وغادي نستمر بنفس الطريقة. كما كتلاحظوا هنايا عملتها بلون مختلف. غادي تستمر بنفس الطريقة، يعني خرزة واحدة في الطرفين ثم اثنان اثنان، خرزة واحدة ثم اثنان اثنان في كل طرف، وهكذا حتى تحصلوا على الطول المناسب. يعني كل مرة كديروا وكتعبروا وكتشوفوا الرأس ديالكم واش مناسب او لا. يعني كلما انتما كتزيدوا غادي تمشوا المرآة وتشوفوا واش القياس مناسب، واش هذيك القطعة ديال اللاستيك كتبقى في الأسفل يعني ما كتبانش، واش ثابت إلى حركتوا الرأس ديالكم، واش ثابت أو مزير عليكم، وهكذا. لأنه ما يمكنش لي نقول لكم العدد ديال شحال عملت، لأنه الخرز ما داش باش هكا ما تضطروش أنكم تستعملوا نفس العقيق اللي عندي. بالعكس استعملوا اي حاجة متوفرة عندكم يكون اللون ديالها زويون مناسب لجميع الحجاب ويكون راقي بطبيعة الحال، وليس فقط بالنسبة للمحجبات. ايضا تعملوا بالنسبة للبنوتات الصغار او بالنسبة للبنات يعملوا، خصوصا الا كي تلقوا الشعر ديالهم يوضعوا هذا يوضعوه في الراس ديالهم. وقطعه لاستيك غادي تختفى يعني في الاسفل ديال الشعره ما غاديش تبان، كونوا اكيدين. من بعد ما حصلت على الطول المناسب كما كتشوفوا هذا هو التصميم. كاين تصميمات كثيره صراحه ولكن هذه اسهلها طبيعه الحال. هذه اسهلها يعني ما كتطلبش بزاف ديال التعقيد. يعني وهنايا غتكون اخر يعني اخر خرزة او اخر عقيقة هي اللي غتكون واحدة، باش هكا يكون متماثل مع الجهة الاخرى ديال الطرف ديال الجهة الاخرى ديال هاد العقد. تحاولوا انكم تاخذوا فقط قطعة طرف واحد من هاد الخيط وتمرروا في، باش يجيكم سهل تمرروا في الابرة بهذا الشكل. وتعملوا في تمرروا كما عملنا في اول مرحله في قطعه ديال هاد قطعه لاستيك، فقط بعدوا شويه على الطرف باش ما تبقى عارفه اللاستيك انه كيتحل. بعدوا على الطرف ومرروا الخيط بهذا الشكل باش هكا تعملوا واحد العقده. قبل ما تعملوا عقده حاولوا تزيروا مزيان
يعني زيروا مزيان، ما غاديش يلمكم الخيط، بالعكس زيروا مزيان باش ما يكون اي فراغ في هذا العقد، ما يكونش فراغ دير او يبان خيط الصيد. يعني زيروا مزيان كما كتلاحظوا، انا كنزير مزيان كنشوف واش ما مقلوبش شي، يعني الطرف مقلوب او شي حاجه، ويكون قطعه لاستيك اذن في نفس الاتجاه. من بعد ما زيرته مزيان انا نعمل عقده عاديه كما انتم ما كتعرفوا. حاولوا تعملوها 3 مرات هكا باش ما تاكدوا انه ما غاديش يتحل لكم بهذا الشكل، يعني عقده عاديه ان شاء الله. الا ما بغيتوش تعملوا قطعه ديال اللاستيك، فانا كن ان شاء الله نوريكم مازال عقد اخر ديال الراس يكون بلا قطعه لاستيك، فقط غتحتاجوا قياسين من الخرز. مهم انا ان شاء الله غدا مع الوقت نوريكم الشكل اخر. الى انتم يوم كتفضلوا انكم ما توضعوش قطعه لاستيك، انا بالنسبه لي لانه مع الحجاب ما كيبانش، خصوصا انه كاين بزاف ديال الاكسسوارات ديال الحجاب تكون الاسفل ديالها قطعه لاستيك. قطعوا الخيط بالنسبه لهاد الاطراف، تقدروا تلص هاد الاطراف ديال اللي بقى لكم ديال خيط الصيد، حرقوها فقط قليلا، حرقوها بالعافيه وباش هكا باش تختفى لكم. وهذا هو التصميم كما كتلاحظوا. انا عندي انا الخرز عندي اللون ديالو زوين على كيما كيبان في الكاميرا، سواء انا هذا او الاخر، ولكن هكا باش كيبان هو شويه ماشي ابيض، باش يعني ذهبي شويه. هذا هو الشكل الثاني اللي سبق لي عملت، يعني كيجي زوين ايضا في الحفلات، يعني هكا شي مناسبات ايضا، لان هذا تقريبا غادي يجي افضل في المناسبات، خصوصا اذا كان الحجاب ديالكم يعني ما فيش شي ديكوراسيون او ما فيش شي تزيين. هذا هو الشكل النهائي، اكيد نتوما عارفين طريقه الاستعمال. من بعد ما كتعملوا اول لفه ديال الحجاب ديالكم، كتوضعوا هذا العقد في الراس على حسب نتوما واش بغيتوش الامام شويه والخلف، ومن بعد كتدوروا اخر طرف في الجوانب وكيبقى هكا ظاهر من الفوق، والاسفل ما كيبقاش باين، يعني كيتغطى بحال نفس الطريقه ديال خيط الروح اللي معروف في المغرب وفي كاع الدول. كنتمنى ان شاء الله يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في فيديو اخر باذن الله تعالى. دمتم بخير، مع السلامه.